السلام عليكم. هاي جلسة الخامسة من السلسلة الأولى في المستوى الأول، يعني للريفيت المعماري. حسب الدروس الماضية والجلسات الماضية المفروض نكون وصلنا لهاي المرحلة، يعني جدران، مفارش، نوافذ، أبواب، أرضيات ودرب زينة. هلأ بهاي الجلسة رح نحكي عن الأدراج. عندنا هون دراج وهون دراج، وفي عندنا هون دراج كمان. ورح نحكي عن الأسقف. عندنا هون في نشوف شو نحط أسقف، شو كيف بده يكون شكله، شو أنواعه إلى آخره. طيب أول شيء رح نشتغل فيه هو الدرج اللي هون. إذا رحنا وقفنا بالمسقط الأرضي، طبعا احنا متفقين إن المنصوب صفر هو الرصيف، يعني الأرضي هو 45. فإذا احنا وقفنا بالأرضي وشفنا المسقط اللي مذكرين إنه دخلناه نحن متوكاد، اللي هو نفس المخطط يعني، فعندنا هون في دراج بدنا نشتغله. أمر الدراج هو من هون أركتكتشر ستير. طبعا بالإصدار القديم 2018 إصدارات قبله كان في نوعين من الأدراج، لكن بالنوع الثاني اللي هو نفسه هذا الموجود هلا حاليا هون صار أشمل يعني، وما عاد كثير في استخدام النوع الأول، لذلك تم الاستغناء عنه حاليا. يعني تم دمجهم بالأمر هذا. الأمر هذا فيه يعني شغل أوتوماتيكي إنه يعمل دراج بشكل سريع. هو عبارة عن إنه بيعمل شاحط 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 بتلاقي الدرج جهز، وفي فيه أمر يدوي إنه نحنا نرسم للدرج كلياته خط خط، وبعدين نقول له أنا انتهيت من الرسم، فهو لحاله يعمل له دراج. فنحنا إذا حبينا نشتغل بهاي الطريقة ممكن نشتغل، وإذا حبينا نشتغل بهاي الطريقة ممكن نشتغل. طبعا اليدوي يعني يفضل للأماكن اللي بتكون غير منتظمة، في ميلانات كتير، في منحنيات كتير، يعني بحيث ما ممكن ينشغل بطريقة سريعة. الطريقة السريعة شو هي؟ انه نحنا اول ما كبسنا الامر طلعتنا هاي القائمة قائمة موديفاي، اخذنا نوع الدرج اللي بدنا نشتغله، مستقيم او دائرة، او اذا بدنا فيه زوايا بهالشكل او بهالشكل حسب نحنا شو بدنا نعمله. حاليا مبدئيا رح ناخذ نحن هذا النوع اللي هو ستريت، ونبلش شغل على اساسه. اذا بدنا نبلش من هون مثلا، لاحظ هو ما هاي اوتوكاد، فعم يلقط سنابات عليها مثل ما حكينا عادي، يعني عم يلقط نقط. انا ممكن اشتغل الدرج نفسه، ممكن اشتغل يعني شيء قريب منه ما مضطر اشتغله نفسه تماما. اذا بلشنا من هون مثلا، بنلاحظ انه هو عم ينشئ شاحط فيه درجات، ومثل ما عم تمشي الفاره عم يزيد درجات كل ما قربت. يعني ما انا كابس هيك، كابس كبسه وحده بس، شلت ايدي عن الـ عن الـ عن الماوس، يعني كابس كبسه وحده كبستها وخلصت. فهو يحط بدايه الشاحط، وانا كل ما عم امشي هيك عم يحط درجات زياده بالشاحط. طيب نحن رح نطبق هذا النوع اول شيء برا ونشوف شو بيصير، وبعدين نصير نشتغله هون بشكل مباشر. اذا اجينا لهون واخذنا نفس الامر ستريت من هون وكبسنا، نلاحظ انه هو حدد باول كبسه بدايه الشاحط اللي انا بدي اشتغله. لما بكبس ثاني كبسه بكون حددت نهايه الشاحط. اذا كنت مخلص كل الدرجات بنلاحظ انه في حكي عم ينكتب تحت الشاحط، يعني تحت الشريط مكتوب يعني هذا الشاحط، من تحت باللون الرمادي مكتوب حكي انه 14 درجه منشاه وباقي 6 درجات. كل ما عم زود درجه بنلاحظ الرقم عم يتغير، يعني هون هلا هيك 6 درجات ب 14، هيك 9 درجات ب 11، هيك صاروا 14 ب 6، وهكذا. ممكن اذا حطينا ايدنا للاخر بنلاحظ انه حاطلع 20 درجه منشاه وبقيان 0 درجه، يعني ولا درجه لسه بقيان. لهيك هلا انا اذا كبست هون وملاحظ انه ما عندي كثر درجات، ليش؟ انه في عدد محدد من الدرجات مكتوبه بخصائص الدرجه رح اتعرف عليها بعد شوي. لكن هو هلا قد ما مديت ايدي ما عاد يحط درجات زياده، لذلك نحن بس انه خلصنا ولقينا انه صار مكتوب صفر ريمايننج، يعني انه ما باقي ولا درجة، فنحن ممكن نكبس هون. وملاحظ انه انشأوا للدرج بشاحط واحد كلياته 20 درجة. هلا اذا نحن بدنا نعمل درج على اكثر من شاحط، كيف ممكن نعمله؟ اذا حذفنا هذا الموجود هون، طبعا نلاحظ انه هلا انا لما انشأته للدرج هذا وخلصت، بس هو لساته قائمته شو موديفاي تبعت الدرج ما طلع منه لسه. يعني انا هون مثلا اذا كبست اشارة صح او اشارة اكس هاي، فساعتها يا بيطلع من الامر وبيحذفه
يا اما بثبته للامر، يعني هلا نازل مكبس اشارة صح لحتى يطلع من الامر وارجع للشغل النظامي، بنلاحظ كيف صار ترى شكله يعني خطوطه مفصلة وهي. اذا وقفنا ب 3D رح نشوف للدراج، بنلاقي هذا هو وعليه درابزون جاهز، في اعدادات هون رح اتعرف عليها كمان بعد شوي انه هاي كيف ممكن نغيرها او كذا. طبعا الدرابزينات احنا فينا نعتبره منفصلين عن الدراج، يعني اذا مسكت درابزين وحذفته مسكت الثاني وحذفته فبصير الدراج بدون درابزينات، واذا حذفناهم وحبينا نرجعهم ممكن نرجعهم كمان عن طريق انشاء درابزين مثل ما تعلمنا. بس المهم احنا نتعرف بعدين كيف ممكن نخلي الدرابزين لما ننشئه يقعد على قلب الدراج عن طريق المضيف والحاضن او مثل ما تعلمناهم من قبل. هلا الدرج عندنا هاد، ولا نحن اذا بدنا نغير النوع نعمله مثلا حرف ال دراج مانو شاحط واحد شاحطين او شاحطين بعكس بعض، يعني واحد طالع وواحد موازي له بس يكون بعكسه يعني. فكيف نحن ممكن ننشئ؟ نحن ممكن نروح فورا نعمل امر درج جديد ونوقف بالمسقط. طبعا هو اللي عم يسالني على الطابق اللي بدي اشتغل فيه الدراج، فانا ممكن اوقف بالمسقط واخذ امر دراج ويجي لهون. أنشأت أول شاحط عند 10 درجات فرضا، وجيت أنشأت الشاحط الثاني 10 درجات ثاني. نلاحظ إنه أنا حددت كبست أول كبسي ثاني كبسي خلص الشاحط الأول، حطيت ثاني كبس ثالث كبسي كانت هي بداية الشاحط الجديد، ورابع كبسي كانت هي نهاية الشاحط الجديد، وبنفس الوقت نهاية الدرج لأنه الدرجات خلصوا. طيب منعيد، أخذنا الأمر كبسنا هيك اخترنا 10 درجات، بعدنا إيدنا اخذنا شاحط جديد حطينا نهاية الشاحط وهيك انتهى عند الشاحط. نحن هلا فينا نتحكم بهذا البعد من هون لهون عن طريق مثلا انه ندخل هون القيمة بدنا اياها 0.5 مثلا، فينا نحركه تحريك مثل ما تعلمنا قبل مرة، فينا نستخدم امر موف، في يعني كل هاي الاوامر ممكن تكون متاحة عنا. اذا في جدار بدي يوصل لعنده ممكن نستخدم موف او الاين اللي اخذناه من قبل. فنحن يعني الاوامر نفسها هاي موجودة بتضل موجودة بكل العناصر اللي عم نشتغل عليها. طيب فهي اذا بدي اعمل درج انا له شاحطين. هلا اذا بدي الدرج يكون مثلا بشكل حرف ال الشواحط تبعيته، اذا حذفنا هذا لانه ديليت، طبعا نحن لساتنا بقلب الدرج ما طلعنا منه، حذفنا سكتش اللي رسمه واخذنا نرسم سكتش ثاني كمان، حددت بدايته حددت نهايته. الشاحط الجديد انا توني اخذته من هون لهون، هلا لا نحن ممكن ناخده من هون مثلا لهون 6 درجات، عم نشوف الرقم اللي عم يكتبه هو 6 درجات 10 درجات اللي هو حسب انا شو بدي. وممكن هلا احط الشاحط الثاني اضافي هون، طبعا بنلاحظ هون شو صار في تداخل عندي. ليش؟ لانه انا لما حطيت بدايه الشاحط هذا ما اخذت بعين الاعتبار المسافه من هون لهون، ففاتوا الدرجات ببعضهم. انا لهيك ممكن بعيدها بهالطريقه هاي بحيث يصير الدرج مناسب وما في دخول درجات ببعضهم. هيك نحن بنكون كمان عملنا دراج بعدة شواحط. هلا نحن هون مثلا إذا مسكنا هاد ومدينا لقدام بنلاحظ إنه هذا عم يزيد وهذا عم ينقص بحيث يصير عندي مناسب للعدد الدرجات اللي بدي إياه، هو 20 درجة محطوط بالإعدادات الخصائص من هون. فنحن إذا زودنا هذا هيك بيكون على حساب هاد، إذا نقصنا هاد كمان بيكون على حساب إنه يزيد هذا. طيب هلا هاي كمان بالنسبه للدرج، اذا كان هيك هاي حكينا عدد انواع من الادراج، وانا ممكن يعطينا اخطاء هو العلاقة علاقه بالدرابزين او كذا، ممكن نشوف نحن نتجاهلها اذا كانت ما انا مسره، واذا كانت مسره ممكن نحسبه اذا كان ما لازم. طيب هلا هاي كمان مثل ما قلنا بالنسبه للانواع المختلفه من الادراج، نروح نشوف كيف ننشئ الدرج اذا بدي انشئه هون بمحله بالمسقط. إذا رحنا وقفنا بالطابق الأرضي وجينا ننشئ لهذا الدراج، أعطينا أمر ستير خلينا من هذا النوع وبلشنا نكبس من هون. في عنا عرض الدرج النظامي هو موجود هون، هذا العرض النظامي للدرج. فأنا إذا حبيت مثلا أعمل 3 أمتار وبلشت، فبلاحظ إنه الدرج صار عرضه 3 أمتار. فنحن مهم كمان من هون اذا حبينا نحن عرض معين، يعني بحيث ما حبينا نعدل بعد ما ننشئ الدرج ما حبينا نعدل من الاول، حطينا الاعدادات اللي بدنا اياها واشتغلنا عليها.
في نقطة هون إنه الدرج أنا من وين بدي إياه يبلش ولوين بدي إياه يوصل. كمان هاي نقطة مهمة، إنه هو كيف حدد 20 درجة؟ من خلال هاي الطريقة، إنه أنا الدرجة من أي طابق بدي إياه يبلش في أي طابق بدي إياه يوصل، فهو يحدد إنه 20 درجة مبدئيا. طيب عرف هو إنه الارتفاع مثلا 360، كيف بدي يعرف عند أي درجة قديش ارتفاع الدرجة والبسطة وهيك؟ نحن هون في عنا عدد الدرجات، إذا حطينا له إياه ننتبه على ارتفاع الدرجة، هذا البند اللي هون أو الفراغ اللي هون أو الأمر اللي هون هو بيعبر عن ارتفاع الدرجة. ملاحظ إنه رمادي، رمادي لأنه أنا فيني استخدم يعني عدد درجات شكل وارتفاع الدرجة ما يكون متناسب مع ارتفاع الطابق. يعني أنا إذا ارتفاع الطابق مثلا 360 وعندي كان ارتفاع الدرجة أو عدد الدرجات 24 درجة، فبدي يكون ارتفاع الدرجة الوحدة إجباري 15 سم، يعني ما بصير يتغير عن هيك. إذا حطيته مثلا 22 فإجباري بدي يكون ارتفاع هذا الرقم 0.16، إذا حطيته 20 كمان إجباري لازم يكون ارتفاع الدرجة 18. فارتفاع الدرجة متعلق بعدد الدرجات. طيب شو اللي ثابت؟ اللي ثابت هو ارتفاع الطابق الكلي، ارتفاع الطابق الكلي هو الثابت، نحن حطيناه 360 سم. لهيك لما أنا بحط له إنه بدي ب 360 سم مثلا 20 درجة، فهو بيقسمهم 20 360 تقسيم 20، فبيطلع معه إنه الدرجة لازم يكون ارتفاعها هذا الرقم. لذلك هو ما بيخليني أتحكم باثنين، يا بتحكم بهذا يا بتحكم بهذا، ممكن نحن نشوف كيف ممكن نتحكم فيه لهذا الرقم، بس هذا رح يصير رمادي، يعني واحد من الاثنين نحن نحسن نتحكم فيه، الثاني رح يتغير تلقائيا على أساسه. فنحن ممكن من هون نحط إنه بدنا 22 أو 20 إلى آخره. بالنسبة لهون كمان في عنا العرض البسطة، إنه 0.27، ممكن نعمله 0.3 نحن حسب كمان نحن شو حابين يكون الشغل. نحن نخلي مثل ما كان. طيب كمان على الدرجات رح نخلي 20. هلا بلشنا من هون، نلاحظ انه عدد عرض الدرجة ما هو مثل العرض الموجود بالرسمة، وبالتالي انا العرض اللي عندي اياه بالرسمة عبارة عن 30. اذا وقفنا هون بنلاحظ الرقم اللي حاطه بالبعد الوهمي 0.3، بالتالي انا هون بعمل اسكيب او بكبس على الموديفاي مشان ارجع غير الاعدادات وبحطها 0.3، وبرجع بختار من هون لهون مثلا الشاحط الاول، ومن هون لهون الشاحط الثاني، من هون بيجي الشاحط الثالث. نلاحظ انه الدرج مانو يعني مانو على عدد الدرجات اللي نحن مشتغلينه بالمسقط هداكي، فنحن بنغير العدد اللي هون للدرج كلياته، نختار انه يكون عندي 24 درجة، نجي بنقدمه لهذا هيك شوي. نلاحظ انه لما عم نقرب هاد عم ينقص عندي هاد، يعني هو عم يحافظ على الرقم 20. هذا السبب في انه انا هلا لما اجيت احرك هاد مسكت السهم هذا يعني بالغلط مسك معي هذا السهم. نحن حكينا عن هذا السهم من شوي انه هو بيتحكم بشيء على حساب شيء، يعني بيزود هاد على حساب هاد بنقصه. بس انا ما بدي اتحرك هاي، انا بدي احرك النقطة الزرقاء الموجودة هون. النقطة هاي إلى علاقة بالباث أو السهم اللي ماشي على مسار الدرج، هذا السهم هو اللي بيزود لي الدرجات، فأنا هيك بكون عم زود درجات. هلا هلا صار عندي في 24 درجة، يعني قربناها لقدام. إذا قربت أكثر صار في عندي 24 زائد 2 مثل ما أنا شايفين، إنه هو عم يقول لي هلا صار في عدد زايد من الدرجات، صار في درجتين زيادة. لهيك نحن هلا ممكن نرجع لورا خليها بس عند 24 درجة بحيث انه هذا هو المطلوب. ممكن هاي نصغرها يعني نجيبها درجة لورا بحيث يصير هذا على هذا الحرف تماما. هون بدنا نشوف شو صاير عنا، ممكن الجدار لازم يكون على هذا الخط وبالتالي الدرج لازم يكون على نفس الخط. نحن هلا اذا حبينا هدول عبارة عن الدعامات تبعت الدرج اللي نحن ممكن نستغني عنها او ممكن نخليهم. اذا حبينا نخليهم يكونوا بقلب الجدار مبدئيا، رح نكبس اللاين وناخذ هون وناخذ هذا الحرف، وبالتالي هلا الجدار هذا الشاحط هذا بلش صار من عند هون، وهي دعامي صارت مانا مرئيه موجوده بقلب الجدار. كمان بالنسبه لهاي الجهه كمان نحن ممكن نعمل هيك ونختار هيك. كمان بالنسبه لهون ناخذ الجدار وناخذ درجه لاين.
هلا بنلاحظ انه الدرج هون هذا الشاحن مثلا اصغر من هذا الدرج. انا بدي يكون مثلا بقيمة معينة ممكن ادخلها من هون، بس ننتبه انه هو يعني راح يكبرها بهالحالة من الجهتين، الا اذا انا قفلته من هاي الجهة. هذا الحكي ممكن اتعرف عليه بعدين، كيف ممكن انا اثبت من جهة وخليه يمتد من الجهة الثانية. لذلك نحن راح ممكن نحط قيمة من هون وبعدين نعمل اللاين، او ممكن من هذا السهم اللي عندي اياه هون انا حرك لقدام هيك بهذا الشكل، بحيث يصير عندي الحرف الدرج على درابزين تماما. هون كمان نحنا نتحكم فيها بهذه الطريقة، كمان هون نتحكم فيه بهذه الطريقة. هيك صار عندي الشاحط قد الدرج التحتاني، قد شاحط الدرج التحتاني. مثل ما قلنا نحن مانا مضطرين نتقيد فيه، ممكن نستخدم أبعاد اللي بدنا إياها أو نعمل شكل درج اللي بدنا إياه. هلا راح نشوف شو ممكن نحن لسه نعمل بالاضافه لهذا الحكي. انا هاي الدعامات اذا رحت وقفت ب3D مشان اشوفها، لاحظ انها هي موجوده عندي. هذول هني الزرق اللي محدده هلا باللون الازرق، وهاي كمان بقلب الجدار موجوده عندي مثل ما شفناها اللي هي هاي، مثل هاي كمان. كيف ممكن هذول نحن نشيلهم اذا ما بدنا اياهم؟ من الايديت تايب في عنا الخصائص تبعت الدرج. طبعا ما كنت محدد شيء وقت اخذت الـ Type، يعني خصائص الدرج بشكل عام. فيها Supports، هاي هي الدعامات. فهني هون مختارين يعني بالافتراضي محطوط الـ Stringer Closed، نحن ممكن نعملها None، كمان None، نقول له Apply. فملاحظ انه الدرج راحت الدعامات اللي حوالي. طبعا هاي الـ None تنتين عملنا، وحدة للجنب اليمين او الخارجي، وحدة للطرف اليسار او الداخلي. شلنا الدعامات من على الطرفين. رجعنا وقفنا بالطابع هون الارض مشان نشوف الدرج كيف صار. تمام. طيب على فرض هلا انا صار درج هيك جاهز عندي وما عاد في عندي شيء على التعديلات وكل شرط صح، بحيث هلا هيك الدرج صار عندي. برجع على الـ3D شوفوا هذا هو. طبعا درابزون المستخدم هون هو نوع من انواع درابزينات المعدل بارتفاع، يعني صار ارتفاعه عالي. هيك انا ممكن اخذ هذا النوع مثلا، اذا حذفنا هذا درابزين لانه ما لازم، او ناخذ النوع الازاز عشان يكون مثل هذا. لاحظوا انه في فرق بين هذا وهذا. نحن ممكن نوقف المسقط من هون، ما مبين عندي بهذا المسقط، واقف مسقط ثاني. حتى يصير على موازاة الدرابزين. طيب هلا اذا رجعنا كمان نلاحظ انه عندنا الدرج صار نظامي. في هون عندنا اول درجة معدلة، يعني صايرة هيك بشكل منحني. كيف نحن ممكن نعمل درجة عنا بهذا الشكل؟ إذا كبسنا كبستين على الشاحط، يعني رجعنا فتنا لقلب سكتش تبعه ورحنا على طابع الأرضي على المسقط، نحن بعد ما نكون خلصنا الدرج فينا نعمل الشاحط نوع إنه كأنه عامله يدوي. رح نتعرف بعدين إنه كيف ممكن نعمل الدرج يدوي وهيك، بس هلا مبدئيا رح تشوف كيف كنا نحوله لهذا الشاحط لدرجة يدوية. طبعا مهم يكون انا مخلص انشاء الدرج، يعني بس عندي تعديل على درجة او على درجتين ثلاثة، يعني شيء بسيط. حددنا الشاحط وقلنا له convert، قلنا له اغلاق، يعني هو عم يسألني انه متأكد، فقلت له ايه. فهلا هو صار معمول له convert، قلت له edit sketch. فملاحظ انه صار عندي هلا الدرج مرسوم بشكل sketch، ما هو مرسوم مثل ما شفنا قبل شوي. هلا طريقة جديدة او يعني عناصر جديدة للدرج للشاحط واحد، اللي هي الحرف والحرف والدرجات وعندي المسار. فنحن هلا هاي الدرجة بدنا اياها تصير مايلي مثلا. ممكن انا امسك هذا الخط واحذفه واخذ ريزر واعمل امر قوس، اخذ من هون لهون خليه يصير مثلا بهذا الشكل. بعدين ارجع امسك هذا الباث ورجعه لورا لحتى يوصل عند الدرجة، اقول له اشارة صح، كمان اشارة صح، ونروح نشوفه بـ3D. لاحظ انه الدرج عندي صار
اول درجه فيه وهيك. طبعا فينا نحن نغير كل هالدرجات يعني نعملها مثل ما بدنا، كل وحده نعملها نفس طريقه خط مختلف عن الثاني مثلا او خط معين. طيب هلا بدنا نحكي عن الدرج اللي بيرسم بطريقه يدويه او بطريقه سكتش، نعمل ستاير نفسه بس بدل ما ناخذ هاي الاشكال نحن بناخذ هلا هاي الرمز اللي فيه الرصاص كريت سكتش. الدرج اللي بيرسم بطريقه سكتش هو عندنا له ثلاث مكونات بشكل عام يعني اي درج حتى، بس لكن هذا بيكون المكونات شفناها من شوي بقلبه ضمنيا موجوده. هون نحن المكونات رح نشتغل عليها فورا واللي هي الباوندري الحرف الخارجي والداخلي او اليمين واليسار للدرج، الريزر اللي هي الدرجات يعني خطوط الدرجات، والستير باث اللي هو مسار الدرج. بداية لما نبلش نرسم باوندري ممكن نحن نبلش نرسم الحرف تبع الدرج اللي هو فرضا هيك شكله، هذا حرف خارجي. طيب نحن ما مقيدين بشكل معين، يعني هو المفروض نحن بيكون في عنا جدران ومتقيد بشكل جدران لحتى احسن نعمل الدرج. فمثلا راح ارسم هلا جدار هيك مثلا، وبعدين جدار مستقيم، وبعدين جدار بهذا الشكل فرضا هيك. فمثلا انا اجاني مسقط يعني كنت مضطر الدرج فيه يعود بهذا الشكل هيك، قوس من هون ومن هون ما هم متناسبين مع بعض يعني ما نفس القوس، وهون مستقيم ما هو قوس. كيف راح يصير احنا عندنا هذا الدرج؟ راح نتعرف ونشوف كيف ممكن نشتغله بطريقة السكتش. فقلنا احنا بنكبس هذا الامر، اول شيء راح نعملها هي الباوندري اللي هو الحرف الخارجي والداخلي للدرج للشواحط يعني. فراح نستخدم امر بيك بدل، فينا نرسم امر لاين بالنسبه لهذا الخط، بالنسبه لهذا فينا ناخذ امر قوس نفس اللي رسمنا فيه الجدار، ببلش من هون لهون ونحط الكبسي هون، فبصير عندي هذا هو القوس. لكن انا بدي اشتغله على امر البيك واخذ هون خط هون خط هون خط لانه اسرع يعني. بعدين بدنا نعمل موازئ له اللي هو شاحط اللي هو الحرف الداخلي لشاحط الدرج موازي لهذا الخط الاخضر. فانا فينا استخدم مره ثانيه كمان امر بيك باوندري امر بيك واخذ متر مثلا، واجي اعمل مثلا هون كبسي وهون كبسي، بس ممكن لاحظ انه متر قليل، اجي ازودها مثلا اعملها متر ونص مثلا. طيب فخط هون وخط هون وخط هون، نلاحظ كيف نقصه فورا. إذا ما نقصه ممكن نطبق أمر تريم، لغة عندي عربية، طبق أمر تريم إذا كان في شيء زيادات لازم تنقص. هلا هيك صارت الشواحط عندي الحرف الخارجي والحرف الداخلي جاهزة. هذا اسمه باوندري وهو المكون الأول للدرج، يعني هاي أول عنصر أو مكون من مكونات سكتش تبع الدرج. العنصر الثاني أو المكون الثاني هو الريزر. الريزر هو الخطوط تبعت الدرجات وهي شيء اساسي اللي هي بتوصل بين الباوندري اللي اشتغلناه. يعني انا ما بصير يكون الباوندري عندي متصل هون، لازم يكون خلاص يعني هذا عنصر لحال او هذا خط لحال وهذا بيكون خط لحال منفصلين عن بعض، ما لازم يكونوا متصلين ببعض. اما الريزر هي اللي بتوصل بين الخطين هذول. فنحن مثلا عندنا بدايه من هون وعندنا راح تكون نهايه الدرج هون، هذا شاحط مثلا راح تكون نهايته مثلا هيك، وهذا شاحط راح تكون نهايته كمان هيك على سبيل المثال. اذا حبيت احط هون درجات ممكن احط درجتين او ممكن ما احط بنوب. بنبلش نوزع الدرجات هون، ممكن نوزعها بشكل يدوي. طبعا بنلاحظ انه هلا هو شو اخذ اللون اخضر لانه انا طلعت من الامر، فنحن بنرجع بناكد انه ريزر ومكفي ناخذ درجات. اذا حبينا نشوف هاي المسافه بين هون وهون ممكن ناخذ هذا المسطره نشوف 0.28 كان يعني مقبولة. راح نتعرف بعدين على طريقة إذا أنا حبيت أعمل array كيف ممكن نستخدم أمر array بحيث فورا تطلع الدرجات عندي على هذا القوس. طيب كفي يوم بحيث يصيروا عندي عدد مناسب من الدرجات. طبعا يعني نحن نتحكم بشكل بحيث يكون درجات صح، بس نحن هلا بنشتغل بشكل سريع يعني سكتش هيك افتراضي. هلا عم بيقول لي هو انه 15 درجة صارت عامل، بقى لي 5 درجات
راح نعمل هون على السرير نحن درجة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن هاي الدرجة ما وصلت في الآخر إذا عملنا لها extend. أمر extend بيخلينا مثل ما شفنا إذا عندي خط بدي الخط الثاني يوصل لعنده، نكبس extend نحدد الخط الأصلي ونكبس على الخط اللي بدي إياه يوصل. يعني هذا كان هيك مثلا، وأنا بدي إياه يجي لهون، فعملت أمر extend حددت الخط اللي السابق كبست على هذا مشان يجي لعنده. ريزر كمان عملت هدول الدرجات. ثواني، هو كان قايل لي انه باقي عندي خمس درجات، طبعا يعني هلا هون عم يقول لي ناقص ثلاثة، انه انا عملت ثلاث درجات زيادة. اذا حابب احذف، انا طبعا ممكن احذف من هون عشان اخفف الدرجات على هذا الدرج يصيروا مناسبات لتحت. ممكن هاي نقربها شوي. طيب في درجة زيادة بدنا نشوف هلا كيف. انا ما بدي احذف على هاي الدرجة، بدي اخليها شيء. نشوف كيف انه انا ماني مضطر اعملهم 20 درجة مثل ما هو قايل لي، ممكن اخليهم 21 درجة يعني، وهو يصير يعني يتحكم بالدرج بحيث يتغير الارتفاع بحيث يساع 21 درجة. هلا لما بخلص الدرجات، هذا هو المكون الثاني للسكتش. المكون الثالث هو اهم مكون، يعني الستير باث، يعني مشان يعني ما بينتهي الدرج بلا، لازم يكون موجود مشان الدرج ينتهي. ستير باث، اخذت ستير باث بدي اقول له انه كيف مسار الدرج. فانا ممكن اقول انه هيك هيك، هذا هو مسار الدرج. طبعا فينا نستخدم الخطوط المنحنية لستير باث، يعني انا اذا ما بدي اشتغله بهالطريقة اللوكوس من هون لهون هيك، بعدين كفي لاين عادي، وبعدين كمان قوس بهالشكل، كله إشارة صح. هلا ملاحظ انه حط لي اياه للباث، هذا هو والدرج صار عندي بهذا الشكل. هلا اذا حسينا انه نحن الدرج عندنا اياه بالمقلوب، يعني اذا رحت وقفت هلا ب3D شفت الدرج شكله. اذا انا بدي الدرج يكون بالعكس ما بهالطريقة، مجرد على الدرج هذا بكيس عليه فليب، فبصير بالمقلوب، يعني بصير هيك صاعد وهيك من هون لهون بهذا الاتجاه بيطلع. نلو اشارة صح. طبعا هذا خطأ الريلينج حكينا عنه من قبل. مثلا نحن هذا الريلينج ما بدنا اياه، اللي من الجهة الداخلية بدنا بس هاد. هذا الريلينج بدنا نغير نوعه ونعمله من هذا النوع. تمام. طيب هلا مثل ما انا شايفين صار هذا الدرج موجود عنا. انا اذا حبيت اعدل على الدرجات انه يصيروا غير شكل او كذا، كمان برجع بفوت مرة تانية بكبس كابستين او ايديت ستيرز، كبس كابستين وقف المسقط وبرجع بعدل على الخطوط تبعت الدرجات اللي عندي اياها. بروح بوقف المسقط هون وبقول له كمان بكبس كابستين على هذا السكتش. ممكن يصير هون يعني اعدل على هاي الدرجات واعملها منحني مثلا عبارة عن أقواس ريزر. بهالشكل مراجع الباث بحيث يبلش من البداية. هذا بحسبه عيد الريزر. بالطريقة متأكد انه هون مترين ظاهر. تمام، نقول إشارة صح، كمان إشارة صح تاني، نروح نشوفه 3D الدرجات عندي صارت في هذا الشكل. طيب هلا بدنا نشوف نحنا إذا كان عنا الدرجات بهالطريقة وبدها يكون إلى سماكة، ما تكون هيك مفرغة. ممكن نحن نغير نوع الدرج، نعمله مثلا مونوثيك ستير هذا النوع. لاحظ كيف صار إله سماكة. هذا فينا نحن نفوت لقلب الدرج، نمسك الشاحط الموجود هون، فوت على الايدت تايب ونتحكم هون ببعض الخصائص مثل الاكساء مثلا. في عنا هون النائمي اذا حبيت يكون في بسطة للدرج، مثل ما شايفين هلا هو هذا مثل الكونكريت يعني او خرساني بدون درجة بدون اكساء مثلا، رخام او هيك يعني قائمي ونائمي ما في على الدرج لحد هلا. فنحن هون هيك بنحط النائمي
من هون بنحط القائمه. اذا قلنا له ابلاي بنلاحظ هلا راح يصير في مثل سماكه على الدرج طبقه زياده. نحن هلا هاي السماكه ممكن نتحكم بالانف مثلا للنائمه، الانف تبعها. اذا قلت له اوكي واجيت دققت هون مثلا هيك، لاحظ انه الدرج ما له نائمه. وبنفس الوقت اذا طلعت بمثل واجهه حس انه في ميلان خفيف صاير بالدرج بالقائمه الوحده، يعني ما انا مستقيمه تماما. هاي نحن ممكن نتحكم فيها من سلانتد هون، نقول له نشيل نلغي تفعيل سلانتد، نقول له ابلاي. ف نلاحظ انه الميول اذا كان مبين الميول خف، حبينا يصير في عنا انف يطلع يبرز، نقول له مثلا 0.02 سم، قلت له ابلاي. اوكي ملاحظ انه صار في عندي هلا انا هون انف للدرجة. هاي كلها خصائص موجودة يعني بالادراج كلياتها، هاي الخصائص تبعت الانف والقائمة والنائمة وهيك، كمان الهم اكساءات الهم كل شيء. نقول له اشارة صح بحيث انه انتهى عندي الدرج. بري لينك كمان فينا نتحكم نحذفه او لا حسب نحنا شو بدنا. كمان اذا مسكت الدرج لاحظ انه في عنا هون عندنا خصائص له، بيس ليفل وتوب ليفل اوفسيتات كمان حكينا اليوم من قبل. مثلا اذا عندي منسوب بدي اخلي الدرج يبلش اعلى من الارضيه بشوي مثلا 40 او 50 سم، فممكن ادخل انا هون قيمه اوفسيت، فبلاحظ كيف الدرج راح يصير يبلش فوق الارضيه 50 سم. كمان بالنسبه للاخير نفس الشيء، اذا عملنا تراجع العدد كمان اذا مسكنا الدرج نلاحظ هون عدد الدرجات المحطوط 20 هو بالاصل هيك، فنحن مشان نخليه يطلع صح وتكون الدرجة الأخيرة اللي هي هاي، طبعا راح تلتئم مع الأرضية يعني، فتكون الدرجة الأخيرة جاي نظامي. نحن هون نحطه 20-21 درجة، نقوله أبلاي. فملاحظ كيف صارت هاي الدرجة منتهي مع نهاية المستوى اللي بيجي من هون، بلش عاد الأرضية لما راح تجي من هون هي يكون الارتفاعات نظامية. هلا هاي بالنسبة إذا كان عن الدرج بالشكل، تعرفنا كيف نحسن نعمل درج يدوي وهاي الأمور. نرجع على الشكل اللي عنا، نحن هذا الدرج إذا حبينا نخليه يصير لحاله بس بحيث نشوفه من كل الجهات بطريقة مريحة يعني بدون ما أخفي الجدران هدول، إنه يدويا أخفيهم أمر فورا بدي أخلي الدرج بس لحاله يبين. فنحن عنا هاي الأداة هون في أربع أوامر مفعلة مبدئيا بتكون شغالة، isolate category واللي هي category و isolate element واللي هي element. isolate category بتخفي كل شيء ما عدا العنصر اللي أنا محدده. طبعا لما عم أقول category يعني التصنيف كامل، أنا إذا مسك باب قلت له isolate category فكل الأبواب بضلوا موجودات وبيختفي كل شيء غيره. الhead category بالعكس بضل كل شيء بينخفى بس كاتيجوري تبعت العنصر اللي انا محدده. اذا محدد جدار قلت له هيد كاتيجوري فبيختفوا الجدران، بيختفوا الجدران وبيضل باقي العناصر. ايزوليت اليمنت مثل ايزوليت كاتيجوري بس هالمره للعنصر فقط اللي انا محدده ما للتصنيف كلياته، يعني ما كل شيء ادراج مثلا بتضل عندي بس العنصر اللي انا محدده. والهيد اليمنت كمان ما كل شيء ادراج تختفي عندي بس العنصر اللي انا محدده. نحن بدنا الدرج هلا يضل، فقلنا له ايزوليت اليمنت، نلاحظ انه صار عند الدرج لحاله مبين بالشكل. طبعا كان فينا حدد درابزين والدرج مثلا، فينا حدد اكثر من عنصر اللي هو ايزوليت ما في مشكله. هلا اذا مسكنا الدرج هذا نلاحظ انه في ميول كمان مثل ما تعلمنا من شوي، اذا فتنا على الايدت تايب لازم نفوت جوات الدرج اول شيء. مسكنا الشاحط قلنا له ايدت تايب، نلاحظ في عندنا بالريزر القائمي سلانتد، نشيل السلانتد نقول له ابلاي، فبصير هلا قائمي نظامي. وهون قيمه الانف البروز يعني. طيب تمام اوكي، هلا هاي بالنسبة لنقطة الانف. هاي النقطة الثانية، اذا انا حابب يصير في عندي الدرج في تحته مثل شاحط، لانه نحن شفنا شلنا الدعامات موجودة على اليمين وعلى اليسار. فكمان اذا مسكنا الدرج شفنا على الادت تايب على السبورت، نحن توني حطينا نون بنون على الرايت وعلى الليفت، بس في عندنا شيء اسمه الميدل سبورت فينا نختاره، وهاي اعدادات الى فينا نفوت جوا من غير بلد اذا حبينا. هون نحط العدد مثلا انا بدي اياهم دنتين، نقول له ابلاي مشان نشوف شو بيطلع عندي. طلع عندي هذا الشكل للدعامات، تصير دعامات شايل الدرج بهذه الطريقه.
يعني هاي أدراج خاصة كمان إذا حبينا نستخدمها. هلا بعد ما خلصنا إذا حبينا نرجع الوضع الرؤية مثل ما كان قبل، كمان من هون في عنا خيارين Apply Hide Isolate to View، في عنا Reset Temporary Hide Isolate. طبعا نحنا إذا بدنا الوضع هذا اللي هو مؤقت نحنا سميناه يصير وضع دائم، يعني هدوليك العناصر عن جد مخفيين وهذا العنصر عن جد هو الوحيد اللي موجود والرؤية دائمة هيك، فنحنا بنقول له Apply، ساعتها بصير الرؤية هيك بصير عاد يعني هيك عادي، وضع عادي ما وضع مؤقت. لكن إذا بدي أشيل الوضع المؤقت وأرجع للي كان قبل فبقول له Reset Temporary Hide Isolate مشان أرجع للي كان قبل، فنحن بنكبس هاي. بهالطريقة صار هذا هو الوضع الدائم للإخفاء والعرض. هلا النقطة الثانية اللي راح نحكي عنها هي نقطة إنشاء سقف البيت. طبعا نحن ممكن نعمله أرضية نفس أمر الفلور، في بعض الخصائص البسيطة اللي بتفرق يعني طبعا بين الأرضية والسقف، بس مشان الواحد يعني إذا كان عم يشتغل بسرعة فما في مشكلة يعني، أو حابين ينسخ نسخ هاي الأرضية ينسخها لفوق مثل ما تعلمنا كمان ممكن، إلا إذا مثل ما نقول في بعض النقط المهمة اللي هي ممكن تلزم، ساعتها لا الواحد بيستخدم سقف. أمر السقف هو أمر روف، إذا كبسنا على السهم لا في عنا عدة أنواع، وإذا كبسنا فوراً راح يختار النوع الأول مثل باقي الأوامر. كمان أي أمر من هدول فيه له سهم، إذا أنا كبست على الرمز فوراً بيختار أول خيار. نحنا طبعاً بدنا نأخذ أول خيار، أول شيء لازم نروح نوقف بمسقط. نحنا حطينا السقف تبعنا هاد هو التابع للمسقط الثالث، لكن أنا بوقف المسقط الثالث. نشوف هون عنا الرؤية بخط رمادي فاتح، هذا السبب فيه اللي حكينا عليه من قبل الأندرلاي فعلي هون. نحنا بنعملها نان مثلا هي بتكون هيك بالأصل افتراضية، فبنجي نحنا نحط مثلا هبدا اشوف الطابق الأول أو الثاني حسب أنا شو بدي أشوف مختار. فنحنا عنا هذا هو الطابق الثاني. هلأ أخذت أمر روف وجيت بلشت بدي أرسم، فينا امشي على نفس مبدأ الأرضية انه هذا الامر بيمشي على الجدار، هذا بيمشي على بيك لاين، فينا نحن نرسم بايدنا لاين مباشرة. انا بدي استخدم هذا الامر مثلا هيك بحيث صار عندي هذا هو سقف البناء. هلا اذا قلت له اشارة صح ورحنا نشوف شو الصفة اللي طلع عندي، لاحظ انه هذا هو السقف طلع بهذا الشكل جملونه. هلا اذا كبست كبستين مره ثانيه على هذا السقف ممكن احدد هدول الاضلاع كلياتهم وشيل الديفاين روف عشان بيروح الميول تبع السقف، وبالتالي بيصير سقف مستوي تماما. او نحنا نعمل كاترول زد، ممكن نمسك السقف الواحد ونعدل على الزاويه تبعيته مثلا نعمل 60 بحيث هلا يصير ميول هاي الزاويه بهذا الشكل 60 درجه من هون لهون. اذا قلت له صح لاحظ كيف صار هلا هذا الضلع مايل اكثر شيء، ميوله كبير يعني، اما الباقي 30 مثل ما كان. طيب نحن راح نحددهم كلياتهم ونشيل ديفاين سلو ريفان ديفاين روف ونلو اشاره صح، ونلاحظ كيف صار السقف عنا بشكل مستوي. طيب هلا لو كان جملونه لساته وانا اجيت بدي اخلي الجدران توصل لعنده، سواء كان جملونه او كان مستوي مثل هذا بس مرتفع لفوق يعني مرتفع عنهم لفوق شوي، كيف انا ممكن اخلي الجدران توصل لعند السقف؟ رح ناخذ حالة الجملون نشوف احنا عنا الجدران كيف الجملون واصل كيف الجدران ما انا واصل عنده. رح اذا مسكنا جدار فينا عنا شيء نقوله attach top base وناخذ لهذا السقف، فملاحظ كيف الجدار صار يطلع وصل لعند السقف الموجود. اذا حبيت ارجع افصله عنه فبنقول له ديتاش نختار السقف هذا فبيرجع لوضعيته الطبيعية. هلا هاي بالنسبة للسقف، نحن قلنا بدنا نستخدمه سقف مستوي عادي فحددنا هون شلنا ديفاين سلوب ناله اشارة صح. طيب هلا هاي اذا كان ابدا السقف هيك ممكن نحن نعدل بالسقف على كيفنا، يعني نختار اشكال اللي بدنا اياها. ممكن نشوف الرسم النهائي كيف معمولي، هو انا راح اشتغل هلا نمط عن الاسقف محطوطة هون او السقف محطوطة هون. انا مشتغل لهذا الفراغ سقف شكل، لهذا الفراغ سقف شكل، ولهذا الفراغ سقف شكل، ومرتفعة الجدران شوي من هون من هون،
بحيث صاير كل سقف لحال. نشوف هون الصور اللي تبعت النتيجة النهائية تبعت الفيلا، لكن هذا النمط راح اشتغل مثله انا بهذا المكان. يعني هون ما راح اشتغل سقف مستوي، راح نتعرف على نوع ثاني من انواع السقوف اللي هو السقف باي اكستروجن، سقف بواسط المقطع يعني مثل ما شايفين بالصورة، وراح ننشئ شيء قريب من اللي موجود بالصورة كمان. اول شيء ما اخترت الامر طبعا منروف الخيار الثاني، اول ما بختار الامر بيطلب مني المستوى اللي بدي ارسم فيه المقطع، يعني هو بيعتمد على رسم مقطع وبعدين بيكرروا لهذا المقطع على سماكه معينه بيكون موجوده من مواصفات المقطع، بيكرروا لامتداد معين نحن بنحدد قديش بدنا اياه يوصل، بيطلع عندي السقف الممتد. اول شيء انا بختار اذا بدي ارسمه، اذا عندي بلان راسمه مثلا فممكن اقول له نيم ونحدد اسم البلان، اذا لا فانا بقول له بيك بلان بقول له اوكي. بقرب لهون وبلاحظ كيف هلا صار الوجه الخارجي هو اللي محدد من اللون الازرق اللي محيط بالوجه، لاحظ في خط ازرق هون وخط ازرق هون، في عنا خط ازرق طلع على هذا الاطار وبالتالي معناته هو محدد الوجه هذا اللي من جهتنا. هلا كبسنا علي قال لي اي طابق بده يكون، انا راح اختار له انه الطابق الثاني قلت له اوكي. هلا لما راح بلش ارسم فيني انا واقف بالفرونت مثلا، فينا يوقف الفرونت وارسم عشان ارسم مقطع صحيح، فينا اختار نافذة فيور اللي هي راح تعرض لي فرونت بشكل مباشر يعني، وفينا ارسم فيها. احيانا بتطالع بعض الاخطاء او يعني حرية حركة او كذا، ممكن تكون انا اضطر ارجع لهاي النافذة بعدين رد اجي لهاي النافذة اذا بدي اغير شيء من هون الاوامر، لكن احنا اذا ما اضطرينا نفتح هاي النافذة ممكن نشتغل مباشرة هنيك بشكل اسرع واسهل. اخذنا فورا هلا بدنا نعمل بوز من هون لهون مثلا بهالشكل ونكفيه الشكل هيك، ممكن نمسكه كلياته ونرفعه لفوق بطريقة، اذا حبينا نخفف شوي الانحناء بهالشكل. هلا انا هيك رسمت سكتش، طبعا ما مفروض اني ارسم الاطار كامل، برسم بس خط واحد اللي هو بيعبر عن شكل المقطع، لانه في مقطع كامل موجود مثل ما احنا شايفين هون انه 300 ملم. هلا بعد ما انتهيت بقول له اشارة صح انا، فبلاحظ انه السقف صار عندي هذا هو. حبيت انه مثلا يكون اقصر من هيك، اذا بلاحظ في سهم هون، في سهم صغير هون، ممكن امسك السهم برجع لورا بحيث يوصل لحد معين حسب انا شو بدي. هلا نحن اذا كان بدنا نحرك هذا السقف لفوق مثلا ما راح يرضى يتحرك لانه نحن مثبتينه بالمستوى، لكن اذا كبست هاي الكبسه هون فبيروح الارتباط بالمستوى، بصير انا فيني احركه لفوق لتحت مثل ما بدي. ملاحظ كيف هلا صار يتحرك للسقف لفوق بشكل عادي، نرفعه لفوق شوي نحن، بعدين بدنا نمسك هذا الجدار وهذا الجدار كمان هذا الجدار، نقول لهم اتاتش، نختار السقف بحيث يطلع عند السقف هيك، صارت الجدران واسع السقف عادي. طبعا اذا حبينا نعدل شوي على هاي او نخليه يطلع برا نظلي مثلا من هون من هون. طيب هاي كمان طريقة انشاء سقف بواسطة المقطع، طبعا هون السقف تجاوز الأعمدة بشوي فنحن راح نرجع ننزله لتحت، تجاوز النوافذ قصدي. تمام طيب هاي بالنسبة مثل ما قلنا للسقف بواسطة المقطع. نحن في عنا ممكن نعمل هون ممكن نعمل هون ممكن نعمل اي تشكيلة يعني للسقف الموجود هون حسب نحن شو حابين. طيب هلا رح نحكي عن فكرة تقطيع هذا السقف. نحن هذا السقف إذا حبينا إنه يكون فيه تحفيرة هيك ماشي مثلا، أو هذا السقف، أو يعني بدنا ناخذ هاي الفكرة بشكل عام ونطبق مثال عليها بالسقف هذا اللي عنا. أول شيء لحتى نحسن نقطعه لهذا السقف نحن محتاجين للقالب أو الجسم اللي رح يقطع، رح يكون العملية عبارة عن حفر يعني يقطع يتم انقطاع من هذا السقف.
الامر راح نختاره من كومبوننت موديل ان بليس. ليش موديل ان بليس؟ نحن نحسن هلا بنصمم قالب اول شيء وبعدين نكرره ويصير عمليه الاقتصاص او القطع. لحتى نحسن نصمم هذا القالب بنفوت على الموديل ان بليس. اول ما نختار موديل ان بليس بيقولنا انه شو تصنيف الشيء اللي بدي اصممه. فنحن راح نقول له انه سقف، يعني شيء له علاقه بالسقف او ضمن تصنيف السقف، ما لنا مضطرين نخليه بهذا الاسم بس يعني ممكن نختار هيك ونقول له اوكي. هلا اول شغله رح نعملها هي بدنا نرسم المقطع هذا او بدنا نرسم الشكل هذا. مشان احسن نصممه عندنا هاي اوامر الموديل ان بليس. في الاوامر الخمسه هدول الاولانيات، هدول الاوامر للبناء للانشاء. الاوامر الاقتطاع او التفريغ هي هاي نفس الاوامر الموجوده هون موجوده هون، لكن هدول بيكونوا للبناء يعني ما للتفريغ، هدول بيكونوا للتفريغ. فنحن راح ناخذ للتفريغ طبعا void extrusion. اول ما نبلش نرسم مقطع شكل وبعدين يصير نعمل له اكسترود او يعني انبثاق او هيك، نقول له set مشان نحدد المستوى اللي بدنا نرسم المقطع فيه. مثل ما رسمنا السقف حددنا هذا المستوى هلا، وبعدين رحنا قلنا له شو مشان نشوف انا المستوى الازرق اتاكد يعني انه المستوى فعلا هذا هو. رحت وقفت بالفرونت اخذت بيك وقربت لهون، كبست تاب مشان ياخذوا كلياته وكبست كبسي بحيث هلا صار عندي هذا هو. برجع بوقف بالفرونت وبختار هذا الضلع التحتاني، برفع الضل كابس برفع لفوق شوي، هذا الضل كابس برفع لفوق كمان من هون شوي، من هون ممكن نطالع لبرا شوي صغيرة، من هون كمان نفس الشيء. هلا صار عنا هذا هو المقطع. إذا قلنا له إشارة صح نلاحظ إنه هذا هو الشكل صار عندي. إذا كبسنا برا طبعا هو لونه برتقاني هيك لأنه جسم تفريغ، لو كان جسم غير تفريغ كنا لقينا لونه أزرق وما إنه شفاف مثل هيك. هلا هاد الجسم نحنا ممكن نتحكم بالسماكة تبعته من هون، نختار صفر فاصلة واحد أو بالأسهم الموجودة عم تطلع عنا هاي مثل ما تحكمنا بالسقف. مشان نحسن نحركه لهاد لازم نشيل الإشارة، نكبس على الإشارة الموجودة هون. هلا إذا كبسنا ورجعنا نلاقيها راحت، نطلع من F التوب ونعمل موف. ممكن نكون نحن نعرف المسافة فنقسمه على المسافة بحيث تكون متساوي. ممكن نعمل كوبي نختار المسافة اللي بدنا اياها. ممكن نعمل array من هون لهون، طبعا نختار طريقة اللاست من هون لهون، والرقم اللي هو بيناتهم مثلا نحط 20 نجرب. تمام جيد 20 يعني. راح نحذف هاي العنصر الرابطة بيناتهم يعني إدارة الرابطة بيناتهم، وراح ألغي الجروب قول له أن جروب عشان ترجع كأنه أنا عملت له كوبي عادي، ما في يعني ما في أي مشاكل. هلا بعد ما صار شكل موجود عندنا كيف ممكن أنا أفرغه؟ لأنه الشيء اللي أنا أنشأته هو عبارة عن فقط جسم التفريغ بالموديل ان بليس بالفاميلي هاي الموديل ان بليس. الشيء اللي انشأته هو فقط تفريغ ما اكثر من هيك، لهيك نحن لازم نفرغ لحتى يتم الانشاء النظامي، لازم يتم امر تفريغ. يعني هلا هو ما في تفريغ صاير لسه، سبب انه ما في صاير تفريغ انه هذا الروف هو جسم خارجي وهاي الأداة التفريغ موديل ان بليس. لو كنت انا عامل بقلب الموديل ان بليس جسم عادي وجسم تفريغ كان صار التفريغ. كيف يعني؟ يعني اذا عملت له اكستروجن نظامي ومثلا على نفس المستوى عملت هذا المربع قلت له اشاره صح، فملاحظ انه هذا هو هلا الاكستروجن صار عندي بهالشكل. هذا جسم عادي عملته انا اكستروجن نظامي ما تفريغ. طيب هلا انا من هون كرييت فيني اعمل مره ثانيه واقول له void اكستروجن، اختار سيت واقول له اوكي، واخذ هذا الوجه مثلا وارسم دائره قول له إشارة صح، كبرها الدائرة من هون كبرها من هون، وتطلع بلاقي كيف التفريغ عم يصير مباشرة يعني، والدائرة ها هي دائرة التفريغ. فالتفريغ تم، لكن هون التفريغ ما تم سبب انه الروف او السقف اللي بدي يتفرغ هو عنصر خارجي ما نم بقلب الموديل ان بليس مثل هذا العنصر. رح احذف هدول الاثنين
ورجع لهون. كيف نحن ممكن نخليه يتفرغ هلا؟ عن طريق امر كات. في عنا بالموديفاي امر كات موجود هون، بنحدد اول شيء انه مالتيبل كات مشان خلص انا بكبس مره وحده وبصير بكبس على هدول بصيروا بيتحددوا. لو ما فعلت المالتيبل لازم كل مره اعمل امر كات، كل مره اعمل امر كات، لذلك لا نحن نعملها لهاي المالتيبل. بعدين نحدد الجسم اللي بدي اياه يضل اصلي وهني يصيروا يحفروه مثل هيك. هلا حددت الجسم الاصلي، بعدين ببلش بكبس مثلا على هدول. لاحظ هلا انه صاروا كلياتهم ما هم موجودات، مفرغ محلهم. طبعا هن موجودات مثل ما احنا شايفين، لكن صاروا هلا ادوات تفريغ نظامي فعال. هيك بهالطريقه نحن بنكون فرغناه للسقف. بيضل انه بس نطلع من امر الموديل ان بليس، ضروري نطلع منه. نحن هلا ساتها جوات الامر امر الموديل ان بليس. ملاحظ انه ما فيني امسك السقف، ما فيني احط اوامر ثانيه. ملاحظ القوائم هون متغيره، هذا السبب انه ساتني بامر الموديل ان بليس، فلازم انا اقول له فينيش موديل لحتى اطلع وصير احسن استخدم اوامر الثانيه بشكل عادي. وبلاحظ انه السقف عندي صار محفر بهذا الشكل وعادي. طبعا فينا نستخدم تحفيرات مختلفة يعني مثل ما نحن نحب بنفس الطريقة. هيك بنكون خلصنا اليوم الدرج، انواع الادراج والاسقف. طبعا نحن هون في عنا درج صغير درجتين، وهون في عنا كمان لازم نشيل الرامب، عفوا الريلينج لازم نرجع نغيره يصير بس لهون ولهون، وهون في عنا درجتين كمان. وبالاضافه للسقوف كمان لازم نعملهم، انه عندنا هذا السقف نعمل مثله او نعمل شيء مثل ما بدنا نحن. كمان هون نعمل سقوف مثل ما بدنا كمان، ما ضروري يكون بهذا الشكل، نعمل اللي نحن بدنا اياه.